إذا ما كانش الدخل ما كاين والو. إن شاء الله ما هو مستقبلي، وخاصة أننا كنشوف بأنها البرنامج حظينا هذا اليوم بشرف الحضور في اجتماع جد مهم الذي يخص وضع المنهجية وإعداد المخطط الإقليمي للتنمية. هذا المخطط الإقليمي الذي يهدف بالأساس إلى التقاء تدخلات جميع الشركاء بما فيهم الوكالة، القطاعات الوزارية، الجماعات إلى آخره من المتدخلين، علاوة على وضع لبنات لتنمية مندمجة ودامجة اللي كتمكن من أولا من الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي، جانب التجهيزات، الجاذبية ديال الإقليم إلى آخره. وفي هذا الصدد كان النقاش جد مثمر برئاسة السيد عامر صاحب جلالة، ساهموا فيه السادة المنتخبين، ومكننا من أننا نطلعوا عن قرب على الاهتمامات ديال الساكنة، واللي غادي نعملوا مع الشركاء الآخرين وبإشراف من السيد العامل على أساس أننا نضمنوها في هذا البرنامج المستقبلي إن شاء الله، اللي غادي يخص 4 سنوات، واللي غادي يكون متعدد القطاعات، واللي غادي يأخذ بعين الاعتبار طبعا جميع البرامج سواء ذات البعد الوطني أو الجهوي أو القطاعي في إطار إدماجها وفي إطار تحقيق نتائج ترضي رعاية صاحب جلالة على مستوى هذا الإقليم المهم والذي يسخر بإمكانيات جد مهمة في جميع القطاعات. وشكرا. أولى منهجية إعداد البرنامج المندمج لتنمية ديال الإقليم الطنطان، واللي كان فيه واللي كان عطات الخطوط العريضة من طرف مكتب الدراسات في هذا الاتجاه. إذا نحن إن شاء الله هذه خريطة الطريق على أساس أنها في القادم الأيام إن شاء الله يكون واحد الإعداد ديال برامج ديال جميع الجماعات ديال المكونة للإقليم من أجل وضع تصوراتها حول المشاريع التنموية اللي يمكنها تلامس حاجيات الساكنة. إذا هذا المخطط إن شاء الله ليكون واحد برنامج ديال 3 سنوات 2022-2024، واللي مثلا غادي يخص التنمية الشمولية لكافة المجالس ديال الإقليم وديال كذلك ديال عاصمة ديال الإقليم اللي هي طنطان، اللي مثلا ليكون فيها برامج في هذا المخطط الاستعجالي، ربما نقولوه استعجالي. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.